بنجيب البامية وبننظفها وبنقطعها، بنجيب ماء مغلي ماء سخن، وبنوضع البامية في الماء عند أول غلوة، تقريبا تاخد دقيقة أول غلوة مثل ما انتو شايفين. نرفع البامية نوضعها في الماء البارد، ما يكون تلج، نوضعها بالماء البارد عندما نشعر انه بردت نوضعها على قماش، على فوط قماش نظيفة تكون نتخلص من المية الزايدة. بعد ما نتخلص من المية الزايدة نوضعها في عبوات بلاستيك ونوضعها بالفريز، وهي ممكن تصمد لمدة سنة بالفريز، الفريز اللي هو المجمد. بأمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.